يعني بالفعل نحن نشهد هذه الليله العدوان متواصل هذا اليوم الثامن، وهو يعني تميز بعنفه واستهدافه للمدنيين، 6 ابراج، عشرات المنازل، عشرات الاف العائلات التي اصبحت مشرده، والشهداء مئات الشهداء. ولكن يعني ما نشهده في ال 24 ساعه الاخيره هو يعني كلها مؤشرات توحي بالفعل برغم شده القصف، وهذا ربما فيه مفارقه، لكن هذا يدلل على انه بدات العمليه تشارف على نهايتها. 8 ايام قصف جوي، لم يستطيع الجيش الاحتلال ان يحقق اي انجاز عسكري، وبذلك وعلى ضوء الضغط الدولي الذي بدا يزداد، هناك دعوه امريكيه علنيه من قبل وزير الخارجيه الامريكي بوقف العمليات وتقليل مستوى العنف، هناك تدخل ووساطات تقودها مصر عربية منسقة مع أكثر من دولة. هذه الجهود بدأت تشكل حالة ضغط على إسرائيل، وإسرائيل دون إنجازات عسكرية، دون أن يكون في يدها أدوات للضغط على المقاومة من أجل انتزاع إنجازات سياسية أو ترجمة سياسية لهذه الحملة، هذا سيضع نتنياهو في موقف صعب جدا داخليا. ولذلك كنوع من وبالتوازي مع عمليه التفاوض التي في ذروتها الان، وهذا التدخل الدولي الذي يزداد زخمه وتتدخل عليه اطراف عده للامم المتحده، تركيا، مصر، الاردن، قطر، الولايات المتحده، كل هذه الاطراف الان تتدخل على خط الوساطه، ومن اجل يعني استباق الزمن وكسب الوقت المتبقي، هامش الوقت يضيق امام نتنياهو، لذلك هو يريد ان يكثف من العمليات، ان يحاول ان يسجل انجازات. ولكن سيد منصور، ربما اذا تابعنا التصريحات الاسرائيليه كلها من المسؤولين الاسرائيليين الامنيين ورئيس الوزراء نتنياهو، كلها تشير إلى أن العملية مستمرة، العدوان مستمر على قطاع غزة. هناك حتى من يعتبر بأن الاتصال الهاتفي الذي جرى أول من أمس بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو ربما أعطى نتنياهو ضوءا أخضر أمريكيا للاستمرار في هذا العدوان. انا يعني اختلف تماما، هذه التصريحات لا تعني شيء، هذه الاستهلاك الداخلي وجزء من الحرب النفسيه والعض على الاصابع. لا يعني نتنياهو عندما يقول لا يوجد صلاه، وعندما يسرد أن الكابينيت لم يطرح موضوع التهدئه اطلاقا ولم يناقش، هذا كذب، وهذا محاوله يعني تظاهر وكانه هو مستعد وجاهز ولدى الجيش خطط وغير متاثر، ولكن من يرصد على الارض هناك الشارع الاسرائيلي بدا ينفض عن هذه العملية، بدأ يتساءل ويتململ منها، نتائجها ثقيلة على الإسرائيليين واستهداف بوجدان، وهذا الشلل في الحياة، هذه العجز عن إيقاف الصواريخ، عدم تحقيق مكاسب، كل هذا يجعل يعني الجمهور الإسرائيلي يتساءل. أيضا لا يوجد غطاء دولي، عندما كل هذه الدول تتحرك هذا يعني أنه لا يوجد من يغطي هذه العملية ويدافع عن استمرارها، هذا يخلق أيضا ضغط على نتنياهو، بالإضافة للضغط الذي يخلق الشارع، الحالة في القدس والضفة والداخل وأيضا استمرار المقاومة، هذا يعني ينذر وتحديدا لدى الولايات المتحدة أنه قد يكون هناك تضرر كبير لمصالحها على المدى البعيد إذا ما انفجرت الأوضاع في الضفة ويصبح مصير السلطة في خطر، كل السلطة تصبح في خطر والأمور تعود إلى الوراء وتندلع انتفاضة جديدة. لذلك هم يردون تدارك الموقف، وإلى جانب يعني أنه اتصال بايدن، بايدن لم يكن نتنياهو يستمر، بايدن اعطى نتنياهو مهله، قال يعني هذا الوقت يعني معك من اجل انجاز اهدافك، انجزت، يجب ان تنجز هذه العمليه. الان العمليه تدور حول البحث عن مخارج. المخارج هي صيغات الفجوه، ودعنا نقول الفجوه بين المقاومه ومطالبها والشروط التي تريد ان تفرضها وبين اسرائيل كبيره جدا، وتحديدا في موضوع القدس، المقاومه تريد ان تدخل القدس في معادله ودائره الاشتباك وتصبح قضيه القدس وما يحدث فيها وفي الشيخ جراح جزء من قواعد الاشتباك الجديدة، وإسرائيل تريد أن تقطع هذه الصلة بين المقاومة وبين القدس. ولذلك يعني من يثبت في النهاية قواعده هو الذي ينتصر. أنا أقول لك نتنياهو لا يوجد لديه أي أدوات للضغط على المقاومة، هو يستهدف المدنيين، هذا صح يضغط على المقاومة، ولكن هذا أيضا يستنفر الرأي العام. نعم، أشكرك سيد منصور الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله.